مشاهدينا خلونا نستعرض مع حضراتكم الجولة المرورية ونبص على شوارع القاهرة والمحافظات دلوقتي، ونبدأ من محافظة القاهرة وبالتحديد من ميدان عبد المنعم رياض اللي بيشهد وجود كثافات نسبية في شوارع متفرقة. في شوارع تانية هنلاقي فيها سيولة مرورية. على طريق الكورنيش هنلاقي كثافات مرورية من المظلات في اتجاه منطقة وسط البلد، كمان الكورنيش المتجه للمؤسسة في بعض الكثافات المرورية. طيب لو رحنا لكوبري أكتوبر هنلاقي هناك كثافات مرورية مستمرة لحد العباسية، هنفضل ماشيين لحد غمرة في اتجاه العباسية هنلاقي هناك سيولة مرورية، لكن في كثافات تانية في الاتجاه العكسي الثاني لكوبري أكتوبر. نفس الكلام ده للمتجه من ميدان التحرير ورايح لمدينة نصر ومحور النصر وصولا للمنصة، ظهرت كثافات متحركة في شارع عباس العقاد والطيران وصولا للدائري. تعالوا بقى نروح محافظة الجيزة ونبدأ من الطريق الدائري في بعض الكثافات المرورية قبل بعض النزلات، كمان اتكونت كثافات مرورية في محور 26 يوليو اللي جاي ومتجه لميدان لبنان ورايح لمدينة 6 أكتوبر، أما الاتجاه الآخر بيشهد كثافات لكنها بسيطة ومتحركة، بتنتهي عند طلعة الدائري من ميدان لبنان وبيشهد شارع فيصل كثافات مرورية مرتفعة، وفي توقف لحركة سير السيارات في اتجاه المريوطية، لكن بيشهد طريق المريوطية الدائري المتجه لمناطق الجيزة وطريق الفيوم الصحراوي وحتى حدائق الأهرام وصولا لميدان الرماية انسيابية مرورية. كمان شارع جامعة الدول العربية وشارع السودان في الاتجاهين وميدان الدقي فيهم كثافات إنما متحركة، وارتفعت الكثافات دي في ميدان الجيزة. لو رحنا لشارع ترسا اللي بيشهد بعض الكثافات المرورية وده نتيجة غلق شارع الهرم في الاتجاهين، كمان بتظهر كثافات تانية متحركة في شارع السودان ومكملة لحد جامعة القاهرة وميدان المنصة وصولا لمناطق بولاق ومبابة. أما محور صفت فيه كثافات مرورية بتزيد في الاتجاه لجامعة القاهرة. إنما لو رحنا لشارع فيصل بيشهد كثافات مرورية في الوقت الحالي بدءا من محطة المريوطية ومكملة لحد الطلبية. بيشهد كمان الطريق الدائري كثافات متحركة عند نزلة شارع البحر الأعظم وصولا لمنطقة الدقي ومكملة لحد ميدان الجلام. تعالوا نروح لمحافظة القليوبية. لو انت جاي من محافظات الدلتا زي المنوفية وماشي على طريق الإقليمي يفضل انك تكمل في طريق شبرا بنها الحر، وده علشان ما فيش عليه اي كثافات، ومنه طبعا للطريق الدائري ومحور الفريق العصار. لو جاي من الزراعي بتظهر هناك كثافات مرورية في طريق اسكندرية الزراعي قبل الطريق الدائري لكنها اصبحت اقل من المعتاد. بيشهد الاتجاه الثاني كثافات متقطعة وسط طبعا متابعة بصفة دورية لحركة سير السيارات، وده لسحب أي كثافات مرورية ممكن تظهر على الطريق لمنع ظهور أي زحام مروري للمركبات. كمان انتظمت حركة سير السيارات في الطريق الزراعي أمام القادم من مدينة بنها وفي طريقه لميدان المؤسسة ومنطقة المظلات. تعالوا بقى نروح لمحافظة بورسعيد، في هناك سيولة مرورية في أغلب الشوارع ما عدا بعض الكثافات المعتادة في ساعات الذروة الصباحية زي شارع جمال عبد الناصر اللي بيشهد كثافات نسبية قليلة بتبدأ تقل لحد ما نوصل لشارع 23 يوليو. هنروح لطريق طرح البحر اللي بيشهد كمان سيولة مرورية، ومن طرح البحر هنروح لشارع الجمهورية اللي فيه كثافات مرورية مكملة لحد آخر الشارع.